أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث، وأنهم مخلوقون من نور ولا يأكلون؟ لا نقول في الملائكة إلا حسب الدليل، لأنهم من عالم الغيب، والذي صح أنهم مخلوقون من النور، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يعملون بأوامر الله جل وعلا. أما السؤال هل هم ذكور أو إناث، الإناث الله أفضل هذا، أفضل أنهم إناث، أفضل هذا، فكيف نقول أنهم فيهم إناث؟ نعم.